تظن أنك قد نجوت، وفجأة بيطلع لك البلالي وبحط جول من دارهم فيك، وبعدها بتطلع وبتقنع نفسك أنك قد نجوت، وبطلع لك فجأة الريس منبلحي وبخرب عليك كل أفراحك، وبتتعلمش من كل أخطائك الماضية وظنونك الفاشلة، وبتقول أنني قد نجوت، وبرد يطلع لك بلايلي وبتعيد نفس أخطائك في ظنونك وبتحكي أنني قد نجوت، وفجأة بطلع لك أمير وبفقعك قذيفة RPG أرض جو. هاي كل الحكاية، ما تظنش أنك نجوت قدام الأبطال. يا اخي والله العظيم حرام شرعا وقانونا وعرفا. هالكاس كاس العرب خاسرين عليه ملايين الدولارات. هالملاعبين اللي شفتونها خاسرين في بناها تريليونات الدولارات. مهندسين اجانب كل يوم يموت اكثر من 4000 عامل في بناء هالملاعب، خاسرين يعني ملايين وبشر. وبعدين تاخذون هالكاس تصورونها بكاميرا التلفون 250، حرام عليكم. رجعوا لنا الكاس وقت تحتاجونه، احنا نصورها بمعرفتنا ونرسل لكم الصور.